حياكم الله مشاهدينا الافاضل واهلا ومرحبا بكم في اوفسايد، اللقاء الاسبوعي اللي يتجدد معاكم وفيه نسلط الضوء على قضيه او ظاهره من الظواهر في ملاعبنا. التحكيم، تحكيم بنتكلم عن اليوم عن التحكيم وربما نتحدث عنه لاحقا. قضاه الملاعب لا تنتهي الحديث عنهم منذ نشاه كره القدم وحتى هذه اللحظه. وانتم ايضا مشاهدينا، اقصد مشجعين كره القدم، ما توقفون عن ذكر التحكيم. التحكيم وين موقعه؟ وين موقع التحكيم في ملاعبنا؟ وشو مستواه؟ في تقدم أم تراجع؟ هل نحن بحاجة لحكم أجنبي؟ ويا حبذا العيون زرقة، أم أن إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم تعمل وتعمل بجد وتقدم العديد من البرامج التطويرية لحكامنا؟ أليس حمد علي حمد حكما إماراتيا ذا عصيته عالميا وكانت له بصمة؟ لاعبون المحترفين وثقافتهم وطبيعة ردود أفعالهم عند تنفيذ القرارات ضدهم. كل هذه المحاور بنناقشها في حلقة هذا الأسبوع من أوفسايد، لكن بعد الأخبار. الخبر الأول، هدف مدريدي قاتل ينهي الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي. مدريد نسف كل من يقف أمامه، يعني مدريد سيب كل حاجة براحتها، لكن إمتى هو يريد يوقف المباراة؟ خلاص في الدقيقة 90 موجود راموس قاتل، ما في يعني، هو قاعد يتريى. شفتوا الحركة واضحة، قاعد يتريى زيدان يقول له خلاص ملينا، ترى الشباب مللونا. ايه فص واحد دقيقة 90 انتهى كل شيء، قال له ترى وصل مرسولك وصل. ما عندنا. وبعدين غير هذا كله، نحن سامحناكم، يعني سامحكم وحليل راموس، يعني خلى البلنتيات، خلى الأشياء اللي مش مقبولة، يعني الحكم ما أدري شو وضعه، موجود ولا بس ممكن نعرف سي في ماله موجود. كل اللي صار هذا حمادة، واللي جاي حمادة ثاني حكم، ترى في مساعدين يتكلمون، إيش ما قلت لهم يأشرون، في أشياء وايد إحنا تتغاضين عنها. مدريد يفعل ما يريد في الوقت اللي هو يريد، فهم يا عزيزي يا حبيبي يا عزيزي، ما ينفعش كل ده هو ما في. بعدين اللي سويته يا سواريز، حاولت تصير رجل المباراة، ما ينفع. موجود راموس. نروح الخبر الثاني. الخبر الثاني، مورينهو لا نحتاج لبذل مجهود إضافي في التدريب على إنهاء الهجمات. تتكلم قد يا عم انت، فريقك ضايع، ما يعرف ريله من راسه. بوجبا دفعت عليه أكثر من 100 مليون، ووعدتنا وقلت إن هذا أفضل وسط في العالم، ما نحتاج مدا، شو تسوي؟ ما يحتاج فيزا بالضبط، ما يحتاج فيزا، ما يحتاج. وين أفضل وسط؟ هذا تحطه في وسط مزرعة وتخليه يسوي بالطريقة هذه، شو؟ المزرعة يخوف الطيور. إذا ما عرف يعرف يشتغل في مكانه، أنك أنت تخوف طير بس، هذا شغلتك، هذا شغل. وإذا مليت خوف الزرع، يعني حرفة، ضيف شيء على السي في. شو تسوي؟ ولا هذا فلايني عشان شعري بيقعني. شو الفلايني مسوي قصة الشجرة، أو أن الشجرة السامة المتحركة، ها؟ اللي تضر يا عم، انت قاعد تضر نفسك، ولا لو تعمل فيها شبك مزرعه، ايش فيكم انتوا؟ واحد وسط مزرعه، واحد وسط شجره سامه، وين روني ايش فيه؟ بس روني اللي فيكم فلح صراحه، عقب الفضايح طلع ما ادري ايش مسوي. ايه من الديسكو ما ادري ايش مسوي، عقب الفضايح هاي كلها 7 مباريات سجل فيها 4 اقوال، وياب جولين واسست اظني واحد يمكن. يا اخي خلوه، ونتمنى الجمهور كله يطلب من روني
انه يكثر من فضايحه عشان يفلح في لعبه في الملعب. ارجوك يا روني ما توقفش الفضايح، عايزين فضايح يا رب ان شاء الله ما يستر عليك. استغفر الله الله يفضحك في كل مكان عشان بس مستوى النادي هذا يرتفع شوي. كفو عليك والله كفو عليك. ولا يا شو اسمه برشا هذا ابراهيموفيتش وينه؟ على الطول هذا والكاراتيه والواقف حاله حال الاشاره 90 دقيقه. ترى شغله الاشاره ممله بس وقفه بالضبط انت كذي. نروح الخبر الثالث. الخبر الثالث، تشيلسي يطيح بالسيتي بثلاث اهداف في عقر داره. تشيلسي مكانك يا نفيسة. تشيلسي يلعب بالواقعية، يلعب بروح قتالية. بعدين يعني سوري غوارديولا خلاص ما عاد غوارديولا، بقى غوريلا لا مؤاخذة. بس يعرف يتكلم ويسوي حركات وياكل تفاح ويقعد ويون زيارة في الحديقة ويعطونه تفاح. شو تسوي كابتن؟ أكثر مدرب في العالم يستلم فلوس. بعدين انت ماشي على نهج برشلونه ان اللعب مفتوح وتاخذ راحتك والبايرن، لا لا اللعب هذا ما يمشي. دوري انجليزي، دوري انجليزي بابا، اصغر فريق في هذا الدوري تحس بخطر منه اكثر من الكبير. يعني الحين انت بعد ما خسرت تقوم تحرش لعيبه يضربون عشان ملعبكم؟ يعني من كورتنا ما بنلعب معاكم؟ يعني كورتي ايش فيك؟ هذه الشغله خلاص انتهت. ريال لاعب انطرد، خلي يزول. تروح تسوي مشاكل وتضارب اي فريق كذي يسوي؟ شو هذا؟ السيتي وين؟ استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان. روح يا عمي، خلينا نروح للرابع، بيبهدلونا في اشياء وايد على سكرنا انا. غوارديولا راجع حساباتك حبيبي. نروح الخبر الرابع. الخبر الرابع، رونالدينو ينضم لفريق تشايبو كونسي البرازيلي. الله الله ما أروعك الأماكن، كل الأغاني غنيها حق اللاعب هذا والفريق اللي راح وفقد أغلى اللعيبة. شوف الكرة، كرة القدم ليست مجرد لعبة، فيها تضحية، فيها إخلاص، فيها روح، يعني فيها روح رياضية، مش بس الروح تعال يعني خلاص طاح بشله. لا شوف ريال بتقاعد، ريال معتزل، كان رجع يوقف وقفة رجال. وبعدين حتى في الكلاسيكو ما شاء الله عليهم الفريق ريال مدريد وبرشلونه وقفوا وقفه يعني يواسون الفريق اللي فقدوا الغالين عندهم. وهذه كره القدم نتعلم منها الروح، نتعلم منها الوفاء والاخلاص. نروح الخبر الخامس. الخبر الخامس، غوارديولا ينصدم بمستوى الدوري الانجليزي. غوارديولا حكينا عن الدوري الانجليزي مره واثنين وثلاثه، حبيبي الدوري الانجليزي ما في لعب اللي خبرك انك تفتح وتوزع وتفاجئ، لا لا بيفاجئونك حبيبي، هني لعب حي، يلعبون على المرتدات، يفتحون لك هذا ما يفتحون لك. الصغير فيهم شنب، سنايدي والغير عادي، حبيبي الانجليزي ترى هذيلا من ربعنا عيال عمنا، فطناخه فول. تحمل تحط في بالك انك انت قاعد لين الحين مع برشلونه ولا مع يعني صحصح شوي الانجليز، تفاهم علي حبيبي. نروح فاصل. حياكم الله من جديد يا اغلى مشاهدين. موضوعنا كما ذكرت عن التحكيم في ملاعبنا، وبنناقش هذا الموضوع مع نجم فريق الإمارات هادف سيف. روح رعي راك.
مساك الله بالخير كابتن هادف. مساك الله بالنور. شو اخبارك؟ علوم طيب؟ الحمد لله. الله ارتاح؟ الله يحييك. منورنا. والله نور بضوينه. الله يحييك. شو اخبارك؟ شو اخبار الفريق؟ الحمد لله. الفريق والله نقول فريق ان شاء الله. اخر مره انت تكلمت في احد الصحف بس انا ما اذكر بالضبط كيف انه وشرحت وضع الفريق. نعم صحيح. لكن شو اللي صاير في القلعه الخضراء؟ هو طال عمرك شوف احنا ما بقول لك في مشاكل او في امور، لا، فريق الحمد لله قاعد يأدي يعني. اذا بتاخذها من المواطنين، عندنا مواطنين وصغار وزينين، من افضل المواطنين انا اشوفهم في الدوله يعني. عندك من الاجانب، عندك اجانب صراحه يعني مستواهم طيب. الفريق ياس يتطور من مباراه لمباراه، الفريق يتطور، كانت في اخطاء ما صرحت فيها قبل. الجماعه داركوها، اخواننا في الاداره داركوها، لكن تعرف انت شوي احنا ناقصنا بس التوفيق. التوفيق هذا بيد الله سبحانه وتعالى. كابتن هادف، انت تشوف انه في امل ان شاء الله يتعدل الفريق ويتعدل وضعه؟ اكيد اكيد. احنا تعرف احنا نلعب كره قدم يعني، تاخذها من مباراه لمباراه، انت واحد يشوف الفريق من مباراه لمباراه قاعد يتطور، فانت ياس يعني تتامل خير ان شاء الله ان الفريق يتطور مستواه. النتائج قلت لك بيد الله سبحانه وتعالى، نحن اللي علينا نخدم، علينا نتمرن، علينا نادي، نلعب بروح قتاليه، وهذا اللي قاعد يصير الحين خلال المباريات. فالفريق يبشر بخير يعني، الفريق يبشر بخير، واحنا كنا امل وكنا متفائلين ان شاء الله في الايام الجايه الفريق بيحقق نتائج طيبه ان شاء الله باذن الله. كابتن هادف، موضوع حلقتنا الرئيسي التحكيم، انت عارف البهدله اللي فيها التحكيم، الشباب يعني ردود افعال الناس، اللاعبين، تحكيم وصداع التحكيم، في لجنه وفي غيره، لكن كل اللي يطمح للاحسن. شو تشوف تقييمك للتحكيم عندنا في الامارات؟ والله شوف انا يعني كوني لاعب ما اقدر اقيم يعني، في ناس اكفى هي تقيم، لكن اللي احنا نقول يعني ان تحكيمنا في اغلاط تاثر في نتائج الفرق. ما اقدر اعطيك الحين تقييم يعني، احنا نقول ان شاء الله يتطورون الحكام خلال الجولات الجايه ان شاء الله، هذا اللي نقدر نقول لك اياه. كابتن هادف، تقييمك من 1 إلى 10 لمستوى التحكيم. والله اعطيك يمكن 5 أو 6 بالعشره اقيم. زين، كابتن هادف، انت تشوف التحكيم والدوله تدفع وتسوي وتقيم يعني مثل ما تقول تبني وتسوي اللي ما سووه. لكن انت تشوف هالجهود هذه اللي قاموا بها اتحاد كره القدم في مجال التحكيم، انت تلمس منها شيء؟ شوف احنا نقول يمكن احنا ما نشوف هالشيء، لكن بالعكس الجماعه يدعمون، الجماعه يشتغلون، كوني انا اتواصل عندي وانا من اصدقائي يعني حكام، واعرف الشغل اللي يسوونه في الاتحاد ومعسكرات، الجماعه ما مقصرين في الاتحاد. لكن مثل ما قلت لك انا يعني هاي يمكن الحكم قدرات، فانت ما تقدر تطلب من الشخص اكثر عن طاقته يعني. فانا ما اقدر اني انا الحين اقول لك والله الاتحاد مقصر، لا مش مقصر الاتحاد، ما في اي تقصير. زي كابتن هادف، نروح شوي من درجات ندردش هناك. توكل توكل على الله. يحييك الله يحييك. يا مرحبا والله. يا الله. كابتن هادف، شو اخبارك بعد؟ الحمد لله الله يحييك. انزين، اقول لك فديتك الحين، نحن تحكيم موضوعنا وموضوع مهم الحين اخر فتره، تشوف انت كيف ناقع الموضوع هذا. كيف تقيم ردود افعال اللعيبه وانفعالاتهم يوم يكون القرار ضدهم؟ هو طبيعي يعني، انت في الملعب مضغوط، خاصة من جماهير، من اوريدي انت في شغاف المباراة، انت جوك غير، ويجي حكم مثلا يغير لك النتيجة في ثانية، فأكيد بتكون ردة فعل أي واحد، مش لاعب بتقول أو حتى إداري، حتى صحيح. مدرب، حتى مشجع، نعم، بتكون ردة فعل لا إرادية مش طبيعية طبعا، إذا خاصة في تأثير النتيجة. أنا أتوقع أن ردود الأفعال في الدوري الإماراتي جدا بسيطة يعني، ما وصلت ما تصاعدت إلا الأمور اللي نشوفها في أوروبا،
ان اللاعب يصير عند حكم ويمكن يسب ويمكن يتكلم، لكن الحمد لله احنا ما وصلنا لهالمستوى. صح في ردود افعال تحصل من كذا لاعب، لكن اتوقع ردود افعال طبيعيه. زين، كيف تقيم انت تشوف التحكيم عندنا؟ في دورات، في لجنه، في يعني اتحاد الكره ما قصر، بس الحين يقولون حتى الحكم يحتاجون يبدلونه، يبون حكم اجنبي. شوف، احنا اتحاد الامارات ودوله الامارات الحمد لله ما مقصره في جميع المجالات، يعني في التطوير، في الدراسه، في الامور كلها الحمد لله يعني ما بناقصنا شيء. ونحن حكم، صح انه حكم بشر يغلط ولازم ندعم حكامنا نحن، لكن في نفس الوقت دوري الامارات محتاج الى حكام محترفين. اتوقع ان حكامنا مش محترفين، يمكن يداوم ويجي تحصله يعني مش مركز، مش مجاله بس في التحكيم، عنده اشغاله، عنده اموره، عندها. فاتوقع ان ينقص يمكن الاحتراف انه يكون متمكن او متمرس بس حق شغله التحكيم. احنا نتمنى ان حكامنا تكون مواطنين عيال البلد، واحنا نتشرف فيهم، بس نحتاج شيء طبيعي، لان انت دوريك يتطور كل سنه، انت داش دوري محترفين. يعني اوكي، الدوري السعودي عندك حكام اجانب، في كذا دوريات عربيه حكام اجانب، ليش لا؟ اي يعني مش احنا يعني والنعم في حكامنا، بس انه يعني تنقصهم شويه خبره يعني. بس هو شوف، الخبره بتي يعني، انا اقول لك يعني، لان الحكم مهما يكون حتى في اوروبا يغلط، لكن نحن نقول يعني احنا اليوم وصلنا لمرحله من الاغلاط التحكيميه ساذجه. يعني انا بتكلم عن يمكن الجولات اللي طافت في اغلاط تحكيميه يعني الواحد يستعجب منها، ولكن نرجع ونقول اوكي الحكم بشر ويغلط، لكن بوجهه نظري ان الحكم الاجنبي مطلوب، صحيح مطلوب. يمكن انا اعذر الحكام بس من ناحيه واحده، ان يمكن هم مش محترفين 100%، أسبت الواحد يقدر عقب يلومه، الحين يمكن ما يلام الحكم. الحين عندنا هديتك فقرة بصراحة، ولازم تكون معنا صريح. عطنا. كابتن هادف، كيف يمكن للاعب مثلك أنت، لاعب في المنتخب ما شاء الله ومستواك يعني مبهر ما شاء الله، أنك تلعب مع نادي مثل هذا النادي ونتائجه يعني مش لهناك يعني؟ طبعا شوف، انا بعطيك معلومه، نادي الامارات انا تربيت في النادي، طلعت انا من نادي الامارات وهذا بيتي. مهما يكون يمكن احنا نتكلم مستوى نادي الامارات معروف، صحيح اني طلعت ولعبت في نادي النصر ولعبت في انديه، والواحد اللاعب يطمح انه يلعب في انديه يحقق فيها بطولات، سي في حقه، لكن يبقى ان هني هذا بيتي انا. ان شاء الله لو نادي الامارات ينزل درجه ثانيه ولا وين ما يروح انا معاه، كابتن هادف، كيف يمكن نادي الامارات انه يكون اسم يخوف وشرس وكل سنه يكون اسمه مع الاربعه الكبار؟ اصلا كبار، احنا نتكلم بواقعيه، يعني احنا نقول نادي الامارات محتاج شغله كبيره عشان يكون من المنافسين الأربعة والخمسة في الدوري، لكن أتوقع أن نادي الإمارات وصل، حقق بطولة كأس رئيس الدولة، حقق بطولة كأس السوبر، لعب في الآسيوية. كطموح لنادي الإمارات أتوقع وصل الهدف اللي هو المطلوب، لكن المشكلة إحنا شوي ما حافظنا على هالمستوى هذا. رجع نادي الإمارات مثل ما كان قبل. اللي فادنا في الموضوع خبرتنا، انه تمينا في دوري محترفين حوالي 4 سنين، في دعم الحكومه صراحه، ما مقصرين يعني، الحكومه تدعم النادي، لكن انت محتاج شغله كبيره انك ترجع تبني. احنا من عقب البطولات اللي جبناها لنادي الامارات بنوا فريق جديد الجماعه، فصعب انك انت ترجع، يبالك سنين، يبالك شغل، يبالك يعني اقل شيء 4-5 سنين تلعب في دوري المحترفين عشان تقدر تجاري الفرق اللي هي في المقدمه. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وفالكم النوماس على قولتهم ان شاء الله، وشاكرين ضيافتك كابتن هادف، لا عدمناكم ولا بغيري عليك. الله يخليك، حياك الله.
مرحبا فيكم مشاهدينا، الصراحة مقابلة جميلة وراء ثمينة، تحفنا فيها الكابتن هادف سيف لاعب فريق الإمارات، لكن باقي أراكم لأن أراكم تهمنا، ونروح فقرة على الدكة لكن بعد الفاصل. هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا الى فقرة على الدكة اللي فيها راح نشوف اراكم حول ملف التحكيم في ملاعبنا، دائما اراكم مشاركاتكم هي اللي تهمنا ونشوف. التحكيم يختلف ما بين نوعية الحكم، ما يكون اجنبي او يكون خليجي، فما بنقدر نقول انه يكون الحكم الخليجي ضعيف او الحكم الاجنبي اقوى. ممكن هي عقليات التحكيم تختلف، واحتكاك الحكم في بعض المباريات تختلف. فالحكم الخليجي حتى يعني زي ما تقول الضغوط على الحكم الخليجي تكون اقوى. فعشان كذا يكون في ارتباك في بعض المباريات. والله متدني الصراحه انا اشوفه. هلا اشوفه. لان الحكام مش اعتقد في الامارات هنا ما يحصلوا وقت حق المباريات هذه، اللي يعني مثلا اذا حكم ساكن في الشماليه يضرب خط للغربيه عشان مباراه يحضرها ويرجع مثلا يكون تعبان او ما مركز على المباراه، فهالشيء يخرب على الحكم، يشوش على المباراه يعني. فانت شفت كذا مباراه يعني في الدوري الاماراتي وايد اغلاط، وايد اغلاط تصير. فالحكم الاجنبي يكون متفرغ لهالشيء يعني واكثر خبره، فبيكون احسن يعني لو الحكم الاجنبي يكون موجود في البلاد يعني احسن. والله بشوف من خلال متابعتي للتحكيم الامارات على مستوى الاقليم العربي لا باس به. بعتقد انه التحكيم الاماراتي او بشكل عام التحكيم العربي ضاف للتحكيم الدولي اضافه كويسه، في تقييمات كويسه للتحكيم العربي. ولا باس انه في وجود اخطاء، وين ما نروح في التحكيم الدولي مهما كانت عنده خبره في عنده اخطاء موجوده، وممكن تكون اخطاء مؤثره وممكن ما تكون اخطاء مؤثره حسب ظروف المباراه. بشكل عام التحكيم الاماراتي او الخليجي الاحتكاك مع الدول الاوروبيه، يروحون دورات، تكثيف الدورات، زياده عدد المباريات للحكم، مثلا اذا الحكم بالموسم يحكم 20 مباراه لا احاول ازيده شويه عشان يكون الإلمام أكثر في السيطرة على المباراة والسيطرة على اللاعب. هذه الأمور ممكن أن تزيد من مستوى الحكم بشكل عام. والله التحكيم بالإمارات زين، بس أنا أشوف في المباريات اللي تكون عادية يفضل حكم إماراتي، بس المباريات اللي تكون حساسة على البطولة ولا على الصدارة ولا شيء يفضل حكم أجنبي. نفس الدوري السعودي، الدوري السعودي غالبا يكون الحكم الأجنبي على المباريات الحساسة. هو شوي مدني في المباريات القوية، في أغلاط تأثر كثيرة على مستوى المباراة، على يعني تأثر على نتائج المباريات، على اللعيبة مستواهم يطيح مرات بسبب الحكام، الحكام يأثرون عليهم بأخطائهم الفردية، أخطاء الحكام. هلا مرحبا أعداد ملاح شرق وشام، أراء رائعة واعية من جماهيرنا حول ملف التحكيم في ملاعبنا. وصلنا للختام يا أحلى مشاهدين، أذكركم بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي قدامكم، ونشوفكم بعون الواحد الأحد الأسبوع الجاي في أمان الله. وأول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هو إحنا كنا مسيطرين في البداية، وطبعا أنا ما صدقتش كرة نيمار اللي بسم الله ما شاء الله شاطها على راسي، بقى حسيت انه هينفجر وجبت جون، ويعني دماغي وجعتني وعايز ابقى نجم يعني، وعايز يعني اكون رجل مباراه. لكن والله العظيم ثلاثة بط شاب دي وهدى حالي. الواد راموس في الدقيقه 90 خد مني الرجوله بتاعه الملعب، وخد مني سي دي كان في اغاني تامر حسني، و كنت عايز ابقى رجل المباراه، بس للاسف راموس كنت عايز اعض. والله حاجه هنا يا ريت والله كده، وهبقى كده في سكنانه يعني.